بنت يا مشاعر يلا تأخرنا العيال جاية بسرعة بسرعة. طيب بسوي لك أشياء. الشاي والقهوة هنا حطيت وبيالات حطيت عدتيهن. أيوة خلاص ما تردين بسرعة. برد عليك. مش فيه سنتي ورس كذا. وش ذا؟ ايش فيه؟ ثلاثة سكر. هذا شيرة مو هم شاهي. طب مو انتوا قلتوا لي انكم انتوا تحبوا السكر زياده؟ اي بس هذا زياده زياده زياده. ما تعرفين توزنين الشاهي؟ لا ما اعرف. انت تعرف؟ ايه اعرف. طيب خلاص سويه بنفسك. لا يا شيخه وتستهبلين بعد. ملاحظه تاني مره لما عندك اي ملاحظه علي يا ريت تقولها باسلوب لطيف احسن من كده. ما بقى الله يتعلميني الاسلوب ولا ادب. وش ذا الطلعه تاخرنا؟ ترى تونا بدري. شوف الساعة 7. لا يا شيخ اليوم ويكند تلقى ما في مكان الحين. طيب مو مشكلة مر البقالة خلنا نشتري الأغراض. من جدك أنت؟ كلم كفتة وشوف ايش يجيبونها. طيب هلا شكوش بالله وانتم جايين اشتروا أغراض من البقالة. موية ثلج كيك عصير مكسرات. لا يا شيخ ما بقل تقول لهم جيبوا الحاف ومخدة. كنسل كنسل الحين مر البقالة ناخذ الأغراض اللي تبيها بسرعة وندزها. لا تأخر عجل. يا شباب لا حد يتأخر. ها الأغراض كلها معنا وأنا وياسر بنسبك ونفرش ونضبط الأمور. لا تأخرون. من جدك أنت؟ السلة فاضية. يلا يا أخوي تأخرنا العيال. مو هو بلازم مكسرات. أمش خذ أي شيء. خذ اي شيء يا ابن الحلال. امسك امش 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 امش. طب تبي مويه؟ امش هذه مويه. امش معليش اسفين الحين. سلم معليش تبتسم بعد انت وجهك. ايش فيك وانا فوق؟ اسف وانا فوق. السياره الان بطلعها. ابشر. لا يا شيخ اسف. وين اصرفها ذي؟ اسف وين اصرفها؟ انت وش حصل اللي خير؟ حصل خير وانا اخوك خلاص اركب سيارتك كلش. انت وش اللي تامر عليهم؟ وش اللي حصل خير وتامر؟ وش فيك انت يا برودك؟ تلطع الناس هنا تسكر على الناس سياراتهم. وش فيك انت؟ حبيبي هدي هدي. السياره عليها الخشم اطلعها الان ولا يهمك. انت شكلك مو شابه. خلاص طلع سيارتك وانا اخوك. طلع امشي امشي خلاص اركب. كذا زين يا شباب كذا زين. ايوه ايش تقول؟ الله لا يشفاهنا. يا ربي ضحك السريع موقف ذا ما انساه. عاد غريبه ما قد سواها. انا كمان استغربت بس قلت ايش بدا مشي. والله ضحك. كذا زين يا شباب. اي يا ابن الحلال زين ما شاء الله. بس انت اقعد اقعد. طب وراك ترفع صوتك انت. ترى طالعين نستانس ونستمتع. ها تتذكروا تركي نضيع جوال حقه؟ تخيل زي تذكر تضيع عنه الرحلة. تسلك لي أنت تسلك لي. شوف الهوا شوف الهوا. وشلون يضبط الشوي؟ وش فيك أنت؟ خلنا عدل الموتر. شوف تركي ما شوف تركي هذا اللي فالحين فيه. هذي الرحلة دي يا قاتل. أنا خلاص لما قلنا ما صدقك. إيه أنا بعد ما صدقك بس يلا. أحسن حاجة ما تحب تنظف الغماره. اقول كذا ممتاز لا يكثر بس لا يكثر. ها شفت ليفربول كيف تكسير روز؟ ما في تكسير روز. والله ما توقعتها منه مره. يلا يا عيال خلونا نجهز العشاء. يلا بسرعه. وش عشاء تونا بدري يا ابن الحلال؟ تستهبل انت وجهك يبي له ساعه ونص. وش فيك انت ما تفهم؟ ايه فقي انت ايش مقربش كذا؟ اسكت اسكت خلاص. ايه وش اللي اسكت؟ جاي نستانس حنا. وين قدر الضغط؟ سياره كفته. يلا كفته كنت جالس تاكل. كم جبت قدر الضغط؟ قم قم. يلا رح. الحين يا عيال تجيكم احلى كبسه بس زي ما اتفقنا ياسر علي الكبسه وعليك الشوي. تم. عطني عطني الملح عطني الملح. الملح اتوقع يا عامر ان نسينا الملح. تستهبل انت وجهك. شو اسوي عشان الحين؟
عاد كل السعوديين لا طلعوا البر ينسون الملح. لا يا شيخ تنكت انت وجهك تنكت. هاد لا تخرب الجلسه، ايش فيك؟ ترى نسي ملح الحين، كفته ينقز يجيب ملح. انا اللي الحين بنقز بروح بيتنا والشرع علي اللي اطلع مع مبزره. الله يسعدك يا خالتي انك علمتيني الطبخ، ماكو تعرف اسوي ولا حاجه. كل البنات كذا قبل الزواج، بس بعدين يتعلمون حبه حبه. المشكله اللي معقدني الجريش هذا، ماني عارفه اسويه بالمره. الجريش سهل، اعلمك مره ثانيه ولا يهمك. شكرا يا خالتي، شكرا مره، والله ماني عارفه فين اودي جمايلك هذه. عمي ما تشوفين كسرتي موعين البيت كله. ما تستحين على وجهي سنتي، فشلتيني مع امي وابوي، انا بتعلمت. رفنا هدي رفنا. والله ما سويت شيء، طاحت مني بالغلط. وش فيكم على البنت؟ روعتوها خلاص، انكسر الشر. ها عامر الغدا ما ابي، ما نمشتي. ليش؟ ما تفهمين انت؟ اقول لك ما نمشتي، بطني وجعني. عارف ليه بطنك توجعك؟ لانك 24 ساعة معصب على اللي يسوى واللي ما يسوى. ارحمني وارحم صحتك وارحم نفسك. دكتورة انت دكتورة؟ اقول لا تتفلسفين علي، ابي ارتاح. تفهمين ولا ما تفهمين؟ لا ما افهم وما راح اسيبك. انت مريض واللي قاعد تسويه في نفسك وفي اللي حواليك غلط. اوعى تفتكر ان النرفزه بسبب القولون او بسبب ارتفاع ضغط الدم. لا، النرفزه هي اللي بتعمل كل الامراض دي، مش العكس. طيب وشلون اتخلص من النرفزه؟ انا كذا ما اعرف، دمي حار. يا عامر اي كائن حي دمه حار. يعني انا كائن حي؟ اكيد طبعا يا عامر، بس المشكله اللي عندك ان انت بقيت مدمن على النرفزه، بقيت مدمن عصبيه. والحل؟ احنا عندنا ثلاث مراحل لعلاج الامراض اللي زي كده. اول مرحله منهم ان شاء الله هتكون مرحله المعايشه. وشلون يعني؟ شوف يا عامر، الاشخاص دي انواع. اول نوع ناس عصبيه جدا، تاني نوع ناس طبيعيين عادي خالص، تالت نوع بقى ناس بارده قوي. والمطلوب انك هتختار واحد بقى من الناس البارده دي اللي انا هعرضهم عليك، تمام؟ هتدفع عليه 5000 ريال تامين. لو كتب عنك تقرير حلو يبقى انت استحملته زي الفل وتعالجت، لو كتب عنك تقرير وحش يبقى هتضيع عليك ال 5000 ريال. عصام 26 سنة، بيحب يسمع فيروز، وأكلته المفضلة السيزر سلط. أما عاد سيزر سلط، غير ما بيه. يوسف 25 سنة، بيحب الرسم والتصوير، ورياضته المفضلة هي التزحلق على الجليد. خبل ذا، من وين أجيب له جليد بالرياض؟ غير. سامي 27 سنة، بيحب قراية الكتب، وأهم حاجة عنده يشرب القهوة وهي سخنة. إيه هذا هو لهم، خلاص جيب لي أبو قهوة. أهلا وسهلا ومرحبتين بعامر في بيت أخوك سامي. هنا مكان نومك ودورة المياه في الجهة المقابلة إذا احتجتها. مشكور يا أخ سامي، عاد أنا أبخلي الشنطة عندك وبروح. وين؟ بروح استراحة. بس أنت نسيت شغلة مهمة جدا، أنا مرافق معك ولازم أكون معك وين ما تروح. طب ما في مشكلة، دزها مع الاستراحة. آسف، الآن وقت نومي. أبوك الدجاجة في حد ينام الساعة 9 الحين، وش الصوات؟ تلقى العيال الحين طقينها بلايستيشن وتحديات وفلة وشاورما. خلنا نام بس. ارجع نام يا عامر. يا ليل الليل، وش نظامك انت؟
عامر، لازم جسمك يستفيد من نوم الليل. نوم الليل فيه فوائد عظيمة. تراك اشغلتنا. التقييم يا عامر. طب عادي اروح دورة المياه علشان ارجع انام وجسمي يستفيد من نوم الليل. لا تتأخر. اصحى يا عامر. عامر حبيبي لازم تصحى. لا يمكن تكون انسان ايجابي وهادي وانت ما تفطر، عارف؟ الفطور اهم وجبه لجسم الانسان. طيب خلاص عرفنا. غيره؟ الزيتون هذا مليان معادن وفيتامينات تساعدك انك تكون انسان ريلاكس وهادي اعصابك. العسل هذا اللي يساعدك انك تكون انسان ايجابي محب للحياة، حاس باللحظة اللي أنت فيها، أنت فاضي للمشاكل والنرفزة والنفسنة. اللي قاعد تسويه في نفسك يا عامر كان غلط. يا أخي خلاص، أنت ما تسكت، ما تعرف تاكل وانت ساكت، ما عودوك أهلك، بعدين من اليوم تطفح تطفح تطفح، ما شبعت. ظاهر إنك يا عامر نسيت إن في تقييم. ها؟ أنت اليوم معي عشان تتخلص من هالنرفزة اللي أنت فيها. ابتسم. ابتسم الآن مع الصباح الباكر. وريني ابتسامتك. خصم 10 نقاط يا عامر. طيب تدري 20 نقطة يا عامر. يا أخي خلاص خلاص لا تصير بثر أنت. خصم 30 نقطة يا عامر. أخصم أخصم أم بغيت 100. يا الغالي لنا ساعة جالسين هنا وأنا بديت أتوتر، ما تعودت أجلس مكان واحد فترة طويلة. عامر القهوة لها طقوس، استشعر طاقة المكان حولك، عيش اللحظة، حس بالقهوة، خلي الكافيين اللي في القهوة ياخذ مجراه في الجسم. معاملة هو ياخذ مجراه، مع ذلك أخذ مجراه. ثم ماذا؟ ما فهمتني يا عامر. محمود درويش الله يرحمه يقول القهوة لا تشرب على عجل، القهوة أخت الوقت، تك 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 تشرب على مهل. يا حبيبي مباراة الهلال بتبدأ وانت تقول لي على مهل، خلنا نمشي. أها يعني ذهنك مشغول، وطالما أن ذهنك مشغول بهلال ونصر معناها ما راح تستشعر اللحظة، فخليني أروح مع قرارك نروح نشوف الهلال. يا ليت تلهمش. مراقبته للاستمتاع. وش ذا الدفاع الشوارع؟ وين البلاهي؟ وين الكوري؟ ورا ما يغطون. الله لا يلومهم، حمد الله ما شاء الله عليه فريق الحالي واحد قواه. كلام مفقع ولا هلال ولا بطيخ. حبيبي النصر في ارضكم وسط جمهوركم دقكم زي ما دقناكم برضكم. اطلع منها يا الطحلبي، تفهم ولا ما تفهم؟ والله يا جماعه هدف ملعوب، هدف جميل جدا، واضح انهم متدربين عليها كويس. مدرب النصر اشتغل افضل من مدرب الهلال، لازم نقول كلمه الحق حتى لو خالف ذلك ميولنا. لا يا شيخ كلمه الحق ها، ورا ما تسكت انت بس. ها التقييم، التقييم يا عامر. حمد الله لعب فيكم يا الطواقي. شوف دمعته شوف دمعته بيصيح بيصيح. يا رجال اسكت بس، لو ما انقطعت الكرة من البريك ما يجيبها. حمد الله سمعني صياحك. اوه تحرم. اوه الصراحة يا عامر حمد الله اقوى من رلاندينو.
عقبة من قوميس. وين حقكم الأسد هذا المختفي؟ اليوم ماله حس، قلب سيمبا. إيه لا تغلط على عمك الزعيم يا رجال. لا تحمد، إن فازوا الملايين لهم وإن خسروا ما هو بمحرق أعصاب ولا أنت. النصر اليوم كان أفضل، الكورة فوز وخسارة. خذ عندك مثال، حمد الله هذا لاعب من طراز عالمي، نادرا ما شاهدته في ملاعبنا. لازم تعترف بهالحقيقة يا عامر، النصر كان أفضل من الهلال. لازم تقول له مبروك، تحلى بالروح الرياضية. هذا لك يا عامر. تقييم يا عامر زي ما انت شايف يا دكتور، المرحلة الأولى من العلاج فشلت، وأنا ضحيت بالخمس آلاف لأني ما قدرت أتحمل. للأسف واضح، واضح يا عامر. عطنا المرحلة الثانية. شوف يا عامر، المرحلة الثانية دي أنا هديك حقنة. الحقنة دي هتزود عندك هرمون البروليتا. الهرمون ده لما يزيد هيخليك هادي جدا، وعمرك ما هتتعصب ابدا. الله يهديك يا دكتور، وانا ما اعطيتني ذا المرحله من زمان، وشلون تخليني استثم ذا الرجال؟ بس خلي بالك، المرحله دي بقى هتكلفك 15000 ريال. الحمد لله على السلامه يا جميل. الله يسلمك يا دكتور. شوف يا عامر، انا كنت عايز اصرحك بحاجه بسيطه خالص. مفيش حاجة اسمها هرمون البروليتا ده اصلا، احنا ركبنا لك شريحة كهربائية في ظهرك عشان اول ما تتعصب تشتغل الشريحة تكهربك غصب عنك تهدى. يعني كذبت عليا؟ اصبري. الله يهديس، بس ثاني مرة انتبهي، اغرفي بشويش. غريبة ما عصبت، ايش الهدوء اللي نزل عليك فجأة ده؟ ليش؟ هذه شريحة حاطة الدكتور في ظهري، إذا تنرفزت أتكهرب وأنصر عليكم. والله صراحة هذا الدكتور مرة ذكي، أهنيه أنا. الشريحة. اسكتي يا بنت، الولد مو ناقص. وانت يا ولدي بتبقى على ذا الحال كثير؟ ما يصير. لا يمه، الشريحة فيها عداد، قال لي إذا تميت أسبوع وما تنرفزت إلا مرتين بيشيلها. الله يشفيك ويعافيك، شد حيلك يا أمي علشان يشيل الشريحة بسرعة، ما أبي أشوفك متكهرب مرة ثانية. أبشري. يا دكتور شوف لي حل غير الشريحة، ما يصير كل يوم وأنا منصرع. أنا ممكن أتعاون معاك وأشيل لك الشريحة دي، بس بشرط. وشو؟ إن احنا ننتقل للمرحلة الثالثة من العلاج مباشرة. موافق. المرحلة دي هتكلفك 100000 ريال، بس ده حل نهائي. نهائي نهائي. نهائي نهائي. أكيد. أكيد. موافق. طب يلا بينا. يلا. يا ابو ثلاثة يلا سلم اليد للي بعدك، احنا متفقين 3-0 تنتهي المباراة. يد ماني مسلم، يد ماني مسلم، قايلكم من اول يدكم خربانة، اليد خربانة، واستراحتكم ذي معلم طابة. طب وراك معصب؟ بالعكس المفروض تكون روحك رياضية، الفايز تقول له مبروك والخسران تقول له هارد لك. لا تكلم كذا، لا تكلم كذا، لا تنفزني يا ابن الحلال. هد ولا يا عيال. إلا وش فيك سلامات؟ وش في ذا يا عيال؟ مريض. إلا مريض. إلا مريض. إلا أشوى. اركب هديتي. احنا شباب.